يعني مع عجقة التكنولوجيا سمر والعالم التكنولوجي، أكيد دخلت هاي التكنولوجيا على حياتنا وسيطرت على مفاصل كتير قوية، قدرت تختصر علينا وقت لتتواصل مع أشخاص بعاد عنا ومن عالم تاني، وحتى نقدر نحصل أيضا منكون على معلومة، منفوت على الإنترنت تكون هالمعلومة موجودة على الإنترنت عبر محركات البحث. لكن مع كل هالمميزات من دون انتباه صارت شاشة الموبايل والتاب وغيرها من الأمور التقنية عم تستحوذ على انتباهنا، على تفكيرنا وأيضا على وقتنا وتركيزنا، وبتغيب التفاعل مع المحيط. هون ببلش جرس الإنذار يدق بالخطورة. نقدر نحن نكون بوقت كتير طويل على الإنترنت، ولكن وقت نفيق بنعرف أنه نحن هذا الوقت ما حسينا فيه. اللي رح نعرفه أكثر كيف بدنا نتعامل مع هيدي الشاشة، مع عالم التكنولوجيا، العالم الواسع، كيف فينا نكون إيجابيين بالتعامل مع الإنترنت وعالم التواصل الاجتماعي. رح نحكي أكثر عن هذا الشيء مع ضيفتنا لليوم الاختصاصية ريم سعد، اختصاصية تربية خاصة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. أهلا وسهلا صباح النور. يسعد يا هلا. أهلا وسهلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. صباح النور. أهلا وسهلا. بالبداية أكيد هلا كل الأهالي بيعطوا أولادهم أكيد التابات، بيخلون يستخدموا الأيبادات وكل وسائل التكنولوجيا، وبيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي. خلينا نحكي عن أضرار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام. مثل في دراسة ب 2010 أنه الاستخدام المفرط للتكنولوجيا بيسبب أنه بيكسر الروابط العاطفية بين الآباء والأبناء، وكمان بيزيد نسبة الدهون بالجسم عند الأطفال وبيقلل تركيزهم. يعني كثير عنا من السلبيات لاستخدام التكنولوجيا، خلينا نحكي عليهم. تمام. لا حتى ما نظلم التكنولوجيا، هي مثل ما قالها سلبيات لها كثير ايجابيات. صحيح. كمان نفس الشيء، يعني نحن بالفتره الاخيره حسيت انه شوي عم نظلم التكنولوجيا، لانه كثير دائما سلبيات سلبيات سلبيات. هو الاستخدام الصح هو اللي بيبعدنا عن هاي السلبيات. هي شيء كثير مفيد، بس احنا بدنا نوعى كاهل انه مثلا نحن تحت عمر 3 سنين سنتين ونص ممنوع أنه نحن نستخدم وسائل التواصل للأطفال، كونه مثل ما حضرتك قلتي بتعمل تثبيط، بتعمل مشاكل بالانتباه بالتركيز، بتفصل الطفل عن المحيط، يعني بتخلي استجابته ضعيفة للمثيرات اللي حوله. وعنا كتير عم نشوف مزبوط مشاكل بالمدارس بتخص هذا النمط من التكنولوجيا. أطفال نطلع مثلا على أطفال الروضة والابتدائي، بنبلش نلاحظ أنه تحصيلهم العلمي صار ضعيف، لانه هن مده قعدتهم مده انتباههم عم تكون ضعيفه، كونه هن على الشاشات. بتلاحظوا انه المثيرات البصريه بتكون سريعه جدا، تواترها سريع، المثيرات السمعيه تواترها سريع، فانه بصير الولد كل حياته نمطها سريع. حتى بنلاحظ الاهالي يمكن بيلاحظوا انه بس ياخذوا التاب من ايد الطفل او الموبايل انه ببلش يحرك بسرعه، او ينط 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 ينط. طبعا هاي الشحنات اللي هو اخذها من الشاشه هي اللي بتأثر لها، هي التأثيرات على القشرة الدماغية عنده، فبتخليه متوتر، عم تخليه عم بينط، عم بيعيط، عم بيصرخ. هي كلها من سلبياتها لهي الآلة. بنفس الوقت أنا بقدر بتنظيمي الصحيح بوقت محدد، طبعا فوق 3 سنين وقت محدد، برامج محددة بتعيني. قد الوقت برأيك؟ ممكن ساعة نص بنص هو المفروض. هي الدراسات بتقول انه نحن نص ساعة، بعد ساعتين ثلاثة نص ساعة ثانية ببرامج محددة. صحيح. يعني خلينا نحكي شوي بشكل هيك واقعي شوي ومبسط. الأهالي يمكن بهدف انه ما يحرموا اولادهم من الموبايل، صاروا يشتروا لهم الموبايل ويبعتوهم معهم على المدرسة. تمام. طب في حتى في وقت مخصص هو لتركيز الطالب باللوح بالأستاذ. تماما. صح. معلمه عم نشوف لا الطالب حاطط هالتاب او الموبايل وعم يلعب فيه، بيقولوا لك الاهل بحجه ايه رفقاتهم معهم. طب نحن ليش ما بنضبط حالنا او نبلى من نفسنا انه ونوجه انه الاهالي ما يبعثوا الموبايل على المدرسه؟ تمام. يمكن احيانا نفكر مثل ما صار في جمعيات لكثير قصص، لازم تكون في جمعيات للاهالي باوقات المخصصه، لانه الكل اتفق انه نحن كمجموعات هي الوسائل التواصل نعطيها بقدر محدد حتى ما يصير هالتنافسيه بين الاطفال. او هي الالعاب مثل هلا مثلا نحن عم نسمع كثير ببابجي اللي هي اخذه عقل الشباب. يعني انا في من فتره كمان حضرت برنامج هون مقابلات مع الشباب انه 12 ساعة
نحن قاعد على اللعبة في 12 ساعة، هذا الوقت حرام، هذا كل يوم عم نهدر نحن 12 ساعة حرام. هذا ليه يعني، ليه أنا شاب بأول عمري معقول أقعد قدام شاشة 12 ساعة؟ فأكيد هذا الشيء معيق، لأني التطور معيق كتير بحياتي، أنا عم كبهم هدول الساعات، عم كبهم هدول الأيام. فما بالك التوتر عند الأطفال اللي عم بيلعبوا الببجي، التوتر وعم بيزيد دقات قلبهم، بيكونوا كل الوقت متشنجين وتركيزهم بس مع الببجي. قديش كمان خلينا نحكي تماما حتى هاي الألعاب الأهل يبعدوها عن أولادهم أو مرة بالأسبوع، يعني مو بشكل يومي. صحيا أو طبيا مزبوط الحكي، دقات القلب، ارتفاع الضغط، أحيانا هبوط بالدورات الدموية، عم نسمعها هي كتير عند الشباب، والتوتر هي كلها من الضغط من الستريس. نحن طاقاتنا طبعا الأطفال، في أهل بيقولوا أنه أنا ابني قعد من سنتين كان يقعد على التاب وليكم أحلى ما صار له شيء. في أهل بيقولوا لنا تمام أنه لا ليش عنده مشكلة، هي مبدأ استعداد. يعني في أطفال عنده استعداد ليكون هذا الشيء هو كتير ضار بالنسبة إله، وفي أطفال أنه مقبول، بس بكل أحوال هو مضر حتى للأطفال المقبول. صحيح. يمكن كمان في نقطة معينة كمان غير الساعات الطويلة اللي ممكن يتواصل فيها الطفل أو الشاب على الموبايل أو على شاشة اللابتوب أو التاب anyway، يعني أنه بس خلينا نحكي قديش أنه في عملية عم بتصير ما حدا ملاحظة، هي إدمان. تمام. صار في إدمان، صار فيه الطفل إنه ما عاد يقدر يقعد بلا هذا الشيء. حتى الشباب يمكن إحنا أحيانا إذا من الإنترنت بينفقد من عنا منحس في شيء ناقصنا ومنعصب. قديش كمان هذا الشيء ما بصير نحنا نتعود عليه. تماما. هلا أنا وقت بتحكي مع الأهل ولا بنحط خطة علاجية لأي طفل، بخبر الأهل إنه نحنا قدام حالة إدمان، بدنا نتحمل شوي، بده يكون في تعصيب من قبل الطفل أو حتى الشاب المراهق، بده يكون في تعصيب، بده يكون في كتير نرفزات، بده يكون في إنه تفتر شوي العلاقة بين الأهل كونه إنه هن مانعين على الشيء المحبب. بس دائما البديل، البديل اللي أنا رح حطه للأطفال بإنه يكون في كتير معاهد بتخص الرياضات بأسعار مقبولة، كتير مثلا حدائق، كتير ألعاب تسلية بتخص الحدائق اللي هي أنا زود من الميزانية للحدائق العامة بإنه مثلا حط فيها ألعاب زيادة حركية تناسب حتى الشباب مو بس الأطفال. فبتوقع أنه يكون هذا الوقت مفيد لإلهم. نعم. وبساعدهم على أنه أنا أتخطى الإدمان تبع أطفال. خلينا نحكي عن معرض كتاب الطفل الثاني، خلينا نحكي عن إيجابياته، قديش مثل هاي الأنشطة بتزيد بتنمي مهارات الطفل. تمام. وبتزيد الروابط العائلية أكيد بين الأهل والطفل يوم ما ياخدوه على المعرض مثلا مع بعض، يتشاركوا نفس الآراء، يتشاركوا نفس، يعني يصير بيناتهم تبادل بكل شيء ثقافيا وبكل شيء. تماما. هلا معارض الاطفال عم بيكون فيها مو بس كتب، عم بيكون فيها كثير العاب تعليميه، وسائل بتساعد الطفل، العاب تعليميه ترفيهيه بتفتح الدماغ، بتفتح مراكز الدماغ، بتخلي كيف هو تعلم مهارات تفكير اضافيه بالنسبه للكتاب اللي عم بيكون. هلا كونه انا اذا بدي اعود طفلي يقرا، فانا بالبيت بدي اشوفني ماسكه كتاب، هذا الشيء اكيد. نعم. انه انا ماسكه كتاب عم اقضي كتاب هو قدامي، انا عم بعطيه القصص المصوره بحسب عمره، او انا بقرا له الكتاب مثلا كل يوم بقرا له ستوري مثلا لابني مشان هو مثلا يتعود انه ضروري القراءه مفيده يوميا. تمام. لو قبل تمام. النوم بوقت قصير، لو هي بتاخد وقت 10 دقائق او 5 دقائق او هيك. تمام. في عنا هلا الاهالي منتبهين لهذا التفصيل منيح، بلش يفوت الكتاب بشكل وافر على البيوت، عم يبلشوا بالقصص المصوره تنتقل. نعم. مع حسب العمر اكبر مع اكبر. صحيح. فعم يكون في كتاب، هذا الشيء مبلش انه يدخل الاهالي عم توعالوا اكثر. يمكن سمر نوهت لمعارض الكتاب اللي عم تقام وتقام، قديش ممكن تبعد الطفل عن عالم التكنولوجيا والانترنت، ويقدروا الاهل شوي انه ياخذوا الطفل على معرض الكتاب ممكن يلهوه شوي بشيء مفيد له. تمام. ايضا خلينا ريم نحكي عن الإيجابيات، حكينا سلبيات كتير، خلينا نحكي عن الإيجابيات تبع الإنترنت، تبع كيف ممكن الطفل يبحث عن شغلات ممكن يتساءل عنها هو بطريقة سليمة وصحية بعيدا عن الشغلات الثانية، يعني أنه يفتح شيء معين أو أمه تنزله برنامج معين. تمام. لا التعلم عبر الإنترنت، ما ضروري هو يفوت محركات بحث ثانية. تماما. هذا الشيء متوافر هلا، يعني خدمات الاتصالات حاليا عندنا، خدمات الهي عم تعطي دائما انه هاي المفاتيح للاشياء الامنه اللي ممكن الطفل انه يفتحها او يقرا فيها.
انا غالبا شو بعمل؟ مخبر الاهالي انه انا حتى اخلي الطفل يحثه على هذا الموضوع، انه انا ممكن يكون قاعدين اقول له والله انا في الموضوع الفلاني شاغل كثير بالي، ما عندي وقت اني ابحث عنه او دور عليه. طبعا بكون اي موضوع يقدر طفلي يدخل يبحث عنه ويفهم محتوياته، فبلاقي دائما الطفل بحب يرضي اهله او يكون هو المميز وانا قدرت اني ساوي، بيكون هو عمل لي البحث، عمل لي شو انا بدي وجاب لي اياهم. فهذا التواصل بيني وبين اطفالي انه انا دائما بحاجه شيء او بحاجه مساعدتهم بهذا الموضوع، وانا عرفانه كيف انا رح يفوتوا عليه ورح يدوروا عليه، بيساعدني وبساعدهم، انا بوجههم للمواقع الجيده والمفيده، وبنفس الوقت عم نخلي بيني وبينهم تواصل انه دائما احنا بنقعد وبنحكي باللي هن قدروا يطالعوه والمعلومات اللي انا ناقصتني، وبنقعد نتناقش فيها انا واطفالي. يعني حسب نوع التكنولوجيا او حسب نوع البرنامج، يعني اما بيجعلها انه هي ضاره او تماماً. ما في عمليه تطور الفكر عند الطفل. خلينا نحكي الاهل اللي حابين يبلشوا مع طفلهم يبعدوهم عن وسائل التواصل الاجتماعي، يعطوهم مثلا مثل ما قلتي نص ساعه باليوم او ساعه، ويشجعوهم على القراءه والقصص المفيده، شو الخطوه الاولى اللي ممكن يعملوها؟ مبدئيا هلا نحن بنحكي على انه الانترنت في اطفال بنحتاج انه نحن نفصله بشكل نهائي، تمام؟ نحن حسب حاله الاطفال اللي بيكونوا عندنا، في اطفال لا بنبلش نعطيهم اياه باوقات محدده بمده محدده، ما في مشكله، لانه ممكن بيكون وسائل التواصل الاجتماعي عم تساعد على تنميه مهارات الاطفال كمان، يعني من ايجابيات وسائل التواصل والانترنت. تمام. فخلينا نحكي كمان اكثر عن هذا الموضوع. تمام. هلا انا مبدئيا اذا بدي اخلي شيء مفيد فبدي اعرف اوقاته، بدي اعرف البرامج شو ماهيتها، الالعاب شو ماهيتها. طبعا هي متوفره وبكثره، يعني انا في كثير العاب بتخص الذاكره، بتخص تنميه التفكير، بتخص الانتباه، انا هدول فيني استغلهم ونزلهم على الايباد عندي، وبنفس الوقت حتى ما اخلي عيونه تتضرر او القعده الطويله او تراكم الدهون مثل ما حضرتك تفضلتي، فأنا هون ساعتها بخصص هاي الأوقات النص ساعة أو الساعة على مدار اليوم، تمام؟ وإذا أنا كان عندي مشكلة حقيقية مع أطفالي بشي بخص اضطرابات التواصل، فأنا مبدئيا فيني إيم النت من البيت، وهي الأهالي جربوا يعملوه كان في كتير إفادة. طفلي بعد شهر رح يتعود إنه هاي الشاشة ما كتير تعني له ويكون بعيد عنا، بالمقابل أنا بكون دخلت له الأشياء المفيدة اللي هي رح تفيده مستقبلا. نعم. أكيد أكيد دكتورة، متشكرك على كل معلوماتك القيمة ومنشوفك بحلقات قادمة. إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا لكم. أهلا وسهلا. دائما نحن بنحب ننوه ضمن مساحات صباحنا غير لهيك مواضيع يلي ممكن كل الاهالي يستفيدوا منها. دائما نحن بهمنا الطفل اللي هو طفل بده يكون شاب وبده يبني مستقبل. تمام. اكيد نتشكر بوجودك.